ندوة الحد من الكوارث والتي تهدف إلى بناء قدرات المجتمعات للوقاية من تأثيرات الكوارث المختلفة التي من شأنها التأثير المباشر على الأرواح والبنية الأساسية وسبل المعيشة من خلال التنبؤ بها وإيجاد أفضل ممارسات للتعامل مع مثل هذه الظروف كان أبرز محاور هذه الندوة. محاور الندوة حقيقة تتمحور حول ثلاثة جوانب رئيسية: استخدام البيانات والمعلومات المتعلقة بالمياه والاستمطار في التنبؤ بالفيضانات والحد من تأثيراتها المختلفة، بالإضافة إلى جهود التوعية العامة ذات الصلة بالحد من الخسائر البشرية المتعلقة بالكوارث. المعهد الوطني لإدارة الكوارث بجمهورية كوريا يقدم تجربته كنموذج آسيوي في التعامل مع الكوارث الطبيعية من خلال نخبة من الاختصاصيين والباحثين في هذا المجال. شهدت كوريا العديد من الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والسيول والأعاصير المدارية، وقد طورنا العديد من البرامج من أجل التعامل مع هذه الظواهر، منها نظام معلومات الكوارث والأعاصير الذي يمكن تطبيقه في سلطنة عمان للتنبؤ بحدوث الأعاصير ومسارها وشدتها، وتساعد في التحضير المسبق لعمليات الإخلاء بحيث تقلل من الخسائر البشرية والمادية. ويشارك في هذه الندوة من داخل السلطنة الجهات المعنية بالتخطيط والحد من المخاطر والمؤسسات العلمية والبحثية وجهات الرصد والإنذار المبكر التي كان لها تجربة جيدة في التعامل مع الأنواع المناخية في السلطنة. الكوارث الطبيعية التي مرت عليها مثل إعصار غونو وإعصار أيضا فيت وحالات أخرى مدارية أخرى أثرت على السلطنة، وكان التعامل مع مثل هذه الحالات بطرق جيدة وفعالة، ولكن أيضا من المهم أيضا الاطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الجانب والاستفادة من هذه التجارب التي أيضا قد تضيف أشياء جديدة أيضا في المجال أيضا التكنولوجي أيضا المهم. تأتي هذه الندوة للاستفادة من التجربة الكورية في التعامل مع الظواهر الطبيعية ولتقديم أفضل الممارسات والدروس المستفادة في مواجهة مثل هذه الظواهر. النقيب حمد بن هاشم القريني،